عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن قيام جنود باعتقال مئات من مخيمات النازحين في إقليم تيجراي الإثيوبي هذا الأسبوع. قال ثلاثة من العاملين بالإغاثة الإنسانية وطبيب لرويترز إن جنودا إثيوبيين اعتقلوا أكثر من 500 شاب وامرأة من 4 مخيمات للنازحين في بلدة شاير في الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا، ولقي الآلاف حتفهم منذ اندلاع الصراع ونزح مليونان عن ديارهم. ويحتاج 91% من سكان الإقليم والذي يبلغ عددهم 6 ملايين نسمة للمساعدة الإنسانية طبقا لأحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية.